بسم الله الرحمن الرحيم. يسرني وباسم فريق الأربعة خبراء أن أعلن عن صدور إن شاء الله المجلة، ولكن على موقع الفريلانسر وهي مجلة جاج الصوتية. طبعا مجلة جاج هي مجلة مقالات المستهدفين، بمعنى يعني اللي يريد يكتب مقالة في المجلة فهو يكتب عن المشكلة، يعني في الفريلانسين أو في خمسات يحدد عندنا 20 مجال موجودة وموجود مع التسجيل هذا بالعربي أيضا بالإنجليزي تسجيل آخر، فالمجالات أو المجلة بتعالج المشاكل، سواء هي في عندنا 20 مجال باللغة الإنجليزية، والسبب الآن صارت فيه مستجدات، حتى لما يتدربوا 5 أسابيع، طبعا التدريب 5 أسابيع ب$60، 4 ساعات كل يوم جمعة، يعني دي 20 ساعة مع 4 خبراء، يعني بس في يوم واحد 12 محاضرة، في 5 ب60 محاضرة، 60 × 5 ب$300. طبعا التدريب باللغة الحديثة وبالإنجليزي وكذا، يعني في إنجليزي لأنه الطب يعرف إنجليزي، الهندسة يعرف إنجليزي، ما نحتاج مخرجين الطب والهندسة الحديثين، ف هنعمل بالإنجليزي وبالعربي حتى في الفريلانسر، طبعا بالعربي 5، يعني كل المجالات الأربعة فيها بالإنجليزي وفي بالعربي. نجي فئة أكبر، يعني هنا حصرنا، طبعا نتكلم عن مصر الأول، مصر اللي ندعمه. طبعا لو في أحد بده يدفع $300 من برا مصر حقه، يعني 5 أسابيع ب$300، والمجلة في 5 أسابيع بتاخذ المحتوى ده، محتوى التدريب، يعني عملية انتراكتيف، يعني في بين الطلبة، يعني بيعطوا أو بيطلع منهم حالات كيسز أو دراسة الحالة
اللي هي واقعية مش حالة مفترض. المجلة بدها تتكلم عن الواقع. يعني نضرب مثال في الكورونا، لو واحدة من الطالبات يعني أصيبت مثلا، واحدة من الدكاترة أو واحد من الدكاترة، وصار شيء يعني عندها الكيس، وهي عندها دهشة أو حاسة أن موضوع الكورونا فيه مشكلة، في يعني في حالة معينة، مشكلة معينة. طبعا لما نعرفوا أن مشكلة الكورونا دي مش جديدة، يعني لو هم مثلا حسبوها جديدة صارت قبل 6-7 سنوات تهديد الكورونا. وأيضا تهديد الكورونا يعني الآن تقريبا في انفراج، خاصة في السعودية مثلا، في مكة، في جدة، في الرياض، في كذا، الزحام الآن يعني برنامج توكلنا وقف، لكن ما زال الناس يتلتبوا مثلا، يحطوا الكمام، فصار وعي. وفي حالات حتى الآن يعني رفعوا الحظر ورفعوا الكمام ورفعوا البرنامج توكلنا وكله، لكن في حالات. فعندنا الفئة طالبات الطب هذول مدعمين يعني $300 ب$5، بعدين المهندسين الجدد طبعا الدعم يعني مثلا واحد أخذ $5 شفناه ما ينفع، يعني ما عنده الرغبة إنه يكمل 5 أسابيع وتنزل الحالات في المجلة، لأن إحنا بناخذ بندربه يعني في 5 أسابيع، يعني هو يوم يتدرب، يعني زي بياخد assignment ولا بياخد تكليف ولا حاجة. إذن الفئة المستهدفة. بعدين عندنا فئة اللي هي مثلا تبى تدخل طب، يعني عندها رغبة جدا، أو هندسة، يعني هم في ثالثة ثانوي، هذول نساعدهم يعني التوجيهي، اللي هو السنة الجاية بدهم يدخلوا طب أو هندسة، هذول برضو نساعدهم ب5. عرفنا الفئات الثلاثة. طبعا هذا كله لمصر لأن العدد كبير في مصر إلا التحقوا بالطب بغض النظر عن الهندسة. طبعا اللي بده يلتحق بالطب فقط، يعني الطلبة برضو الطالبات. Here I show the freelancer, the profile, about XI 50, 500.
ثانك يو. الآن صارت فيه مستجدات، حتى لما يتدربوا 5 أسابيع، طبعا التدريب 5 أسابيع ب$60، 4 ساعات كل يوم جمعة، يعني دي 20 ساعة مع 4 خبراء، يعني بس في يوم واحد 12 محاضرة، في 5 ب$60، 60 × 5 ب$300. طبعا التدريب باللغة الحديثة وبالانجليزي وكذا، يعني في انجليزي لأن الطب يعرف انجليزي، الهندسة يعرف انجليزي، ما نحتاج مخرجين الطب والهندسة الحديثين. ف هنعمل بالانجليزي وبالعربي حتى في الفريلانسر، طبعا بالعربي 5 ساعات، يعني كل المجالات الأربعة فيها بالانجليزي وفي بالعربي. نجي فئة أكبر، يعني هنا حصرنا، طبعا نتكلم عن مصر الأول، مصر اللي ندعمه. طبعا لو في أحد بده يدفع $300 من برا مصر حقه، يعني 5 أسابيع ب$300، والمجلة في 5 أسابيع بتاخذ المحتوى ده، محتوى التدريب، يعني عملية انتراكتف، يعني في بين الطلبة، يعني بيعطوا أو بيطلع منهم حالات كيسز أو دراسة الحالة اللي هي واقعية مش حالة مفترض، لأن يعني المجلة بدها الآن صارت فيه مستجدات، حتى لما يتدربوا 5 أسابيع، طبعا التدريب 5 أسابيع ب$60، 4 ساعات كل يوم جمعة، يعني دي 20 ساعة مع 4 خبراء، يعني بس في يوم واحد 12 محاضرة، في 5 ب$60، 60 × 5 ب$300. طبعا التدريب باللغة الحديثة وبالانجليزي وكذا، يعني في انجليزي لأن الطب يعرف انجليزي، الهندسة يعرف انجليزي، ما نحتاج مخرجين الطب والهندسة الحديثين. ف هنعمل بالانجليزي وبالعربي حتى في الفريلانسر، طبعا بالعربي 5 ساعات، يعني كل المجالات الأربعة فيها بالانجليزي وفي بالعربي. نجي فئة أكبر، يعني هنا حصرنا، طبعا نتكلم عن مصر الأول، مصر اللي ندعمه. طبعا لو في أحد بده يدفع $300 من برا مصر حقه، يعني 5 أسابيع ب$300، والمجلة في 5 أسابيع
تأخذ المحتوى ده، محتوى التدريب. يعني عملية انتراكتف يعني في بين الطلبة، يعني بيعطوا أو بيطلع منهم حالات كيسز أو دراسة الحالة اللي هي واقعية مش حالة مفترض. المجلة بدها تتكلم عن الواقع. يعني نضرب مثال في الكورونا، لو واحدة من الطالبات يعني أصيبت مثلا، واحدة من الدكاترة أو واحد من الدكاترة، وصار شيء يعني عندها الكيس، وهي عندها دهشة أو حاسة أن موضوع الكورونا فيه مشكلة، في يعني في حالة معينة، مشكلة معينة. طبعا لما نعرفوا أن مشكلة الكورونا دي مش جديدة، يعني لو هم مثلا حسبوها جديدة صارت قبل 6-7 سنوات تهديد الكورونا. وأيضا تهديد الكورونا يعني الآن تقريبا في انفراج، خاصة في السعودية مثلا، في مكة، في جدة، في الرياض، في كذا الزحام الآن. يعني برنامج توكلنا وقف، لكن ما زال الناس يتلتبوا مثلا، يحطوا الكمام، فصار وعي. وفي حالات حتى الآن يعني رفعوا الحظر ورفعوا الكمام ورفعوا البرنامج توكلنا وكله، لكن في حالات. فعندنا الفئة طالبات الطب هذول مدعمين يعني $300 ب$5. بعدين المهندسين الجدد طبعا الدعم، يعني مثلا واحد أخذ $5 شفناه ما ينفع، يعني ما عنده الرغبة إنه يكمل 5 أسابيع وتنزل الحالات في المجلة، لأن إحنا بناخد بندربه يعني في 5 أسابيع. يعني هو يوم ويتدرب، يعني زي بياخد assignment ولا بياخد تكليف ولا حاجة. إذن الفئة المستهدفة. بعدين عندنا فئة اللي هي مثلا تبى تدخل طب، يعني عندها رغبة جدا، أو هندسة، يعني هم في ثالثة ثانوي، هذول نساعدهم بقى. يعني توجيهي اللي هو السنة الجاية بدهم يدخل طب أو هندسة، هذول برضو نساعدهم ب5. عرفنا الفئات الثلاثة. طبعا هذا كله لمصر لأن العدد كبير في مصر إلا التحقوا بالطب بغض النظر عن الهندسة. طبعا اللي بده يلتحق بالطب فقط، يعني الطلبة برضو الطالبات